الحين بنزور منحل العسل. السلام. قرر أحمد إنه يورينا الحين المناحل، هذا أكثر شيء كنت متحمس عليه. أوكي، حنشوف النحل؟ أكيد. هذا اللبس حيغطي الرأس بالكامل. لازم نلبس هذه الأشياء يعني. لسلامتكم. أكيد يعني ما في نحلة كذا تدخل جوا الملابس. قول لا لا ما في. طب إذا قرصتني وش أسوي؟ ما في. طب إذا قرصتني وش أسوي؟ إحنا دائما أول وآخر في أي تجربة سياحية نحرص على سلامة السائح. طريقة اللبس كان مرة يضحك، ما قدرت أتحرك بسهولة، كل شيء كذا كان بزيادة كبير. لما أجي أطلع على أحمد لازم أرفع رأسي كذا عشان أقدر أشوفه. لبسنا ملابسنا ملابس الحماية من النحل، قعدت أضحك على أنس وإيثار، أشكالهم كأنهم كائنات فضائية، فأكيد هم شايفيني كذا. ومن منا لا يحب العسل؟ ما في أحد، كل الناس يحبوا العسل، فعشان كذا كنت مرة متحمس لهذه الفقرة في هذه التجربة عشان أروح وأشوف المصدر الرئيسي للعسل، فين يطلع العسل؟ تفتكروا بشار يا بشار، هيا إلى العمل نحول يا نحول، هيا إلى العمل تلللللللل. السلام عليكم. يا سلام ورحمة الكرام. يا أهلا فيكم في المنحل، هذا أخوي منصور بيساعدنا. أول شيء إيش في داخل الصندوق هذا يعني؟ هذا الصندوق هو خلية حديثة فيها داخلها الشمع، وهذا النحل شايفينه في الداخل. واو، هذه مليانة. ليش في لون أسود؟ الملكة تضع البيض يومياً، حوالي 2000 معدل 2000 بيضة يومياً. واو. ويتم فعلاً من العاملات العناية فيها وتغذيتها حتى تكتمل دورة حياة النحلة. طيب سؤال، ما في ولا نحلة حتدخل يعني بالبدلة هذه تقرصني؟ لا إن شاء الله بإذن الله ما يجيكم من الخير إن شاء الله. جاني إحساس إنه في نحلة دخلت من البدلة، ولا وسامعة وحاسة بالقرص. أقول لهم يا شباب في نحلة دخلت من البدلة. وبعدين صوتهم تحسه موسيقى كده، تحسهم متناغمين، تسمع